السلام عليكم. ده الفيديو التاني أو الجزء التاني في كورس الكيمستري IGCSE O-Level Elixir. الجزء التاني Element Compound and Mixture, ده تبع Section 1. واحدة واحدة كده. لما نيجي نتكلم على Elements والCompound والMixture, تعالوا نشوف مع بعض. Element هو Substance made of one type of atoms. It's like sodium, carbon, oxygen. It cannot split into any similar biochemical means. يعني هنا ده diamond وده form of carbon. بص بيتكون من carbon بس. Oxygen molecule اللي هو O2 ده يعتبر element. Sodium, pure sodium بيكون عنده حاجة اسمها metallic bond, هنشرحها لما نيجي نتكلم على types of bonds. طب تعالوا نتكلم على compound. Compound بقى هو substance consist of two or more element chemically combined together in fixed ratio. It's like H2O, water, carbon dioxide. بص, in case of water, ده الأكسجين, ودول 2 هيدروجين اللي هو بالأبيض. Silicon dioxide اللي هو السانت, وفي صوديوم كلورايد اللي هو الملح اللي احنا بنستخدمه أو التيبل سولت. الصوديوم هو الأبيض والأخضر ده هو الكلورايد, وبيكونوا عاملين حاجة اسمها كريستال لاتس. طبعا ده اسمه كومباوند, وبيتكون من 2 أو more element chemically combined, يعني عاملين chemical bonds. طب ايه هو الميكشر؟ الميكشر بقى two or more element أو compound have not been chemically combined. هما مش عاملين chemical bonds. هما can be separated by physical means. It's like salt and water. احنا بعد شوية هنفصل السولت عن الووتر. فهما can be separated by physical means لأن هما مش عاملين bonds. طب تعال نشوف أمثلة للميكشر. أنا عندي هنا ميكشر of element زي النيتروجين والأكسجين. كده أنا عندي نيتروجين وعندي أكسجين. في mixture of compounds زي الكربون دايكسايد اللي هو اسود واحمر ده CO2 والووتر فيبر اللي هو H2O اللي احنا شفناها فوق. ووتر فيبر ده كده mixture في الاير. هنا mixture of element and compound زي الكربون دايكسايد اهو والنيتروجين جاز اللي احنا قلنا عليه هنا. يبقى دول يعتبروا 3 mixture. بس طبعا اشهر mixture احنا عارفينه اللي هو salt and water. طيب تعالوا نشوف الديفرنسز ما بين الميكشر والكومباوند. طبعا خلينا نتكلم, لو هتكلم على كومباوند اسهل حاجه هتكلم عليها هي ال H2O. لو هتكلم على ميكشر هتكلم على salt in water. طيب واحده واحده. طبعا احنا كده خلاص نقدر نتكلم بقى. يعني مثلا الووتر لوحدها هي بيور سبستنس, لكن salt in water خلاص بقت ان بيور سبستنس, هي بقتش بيور لان حاجتين مع بعض. طيب هو made up of two or more element combined chemically. H2O عاملين chemical bond. H2 وO2 كونوا لي الووتر. طيب هنا بقى made up of two or more substance mixed physically. هما مش عاملين chemical bond. مفيش chemical bond ما بين السولت والووتر. طيب ال constituent هنا in fixed ratio. H2O 2 hydrogen مع 1 oxygen. طب هنا قال لك لا, varying ratios. انا ممكن احط ملح زي ما انا عايز في الووتر, ممكن ازود الووتر ممكن ازود الملح وهكذا. طيب الكومباوند عنده بروبرتس ديفرنت من الكونستيتوينتس بتوعه, يعني هو نيو سبستنس. جيت سي ال H2 ده فريمبل جاز وال O2 فريمبل جاز, لما الاثنين ميكس توجذر بيعملوا الووتر, والووتر دي احنا بنطفي بيها الحريقه. طيب هنا بقى الميكشر مفيش نيو سبستنس اتكونت, هو الميكشر عنده صفات نفس الكونستيتوينتس بتاعته. يعني لو انت حطيت شويه ملح في ميه هتبقى كانها ميه, انت مش شايف الملح اللي فيها اصلا. طيب هنا constituent of compound can be separated only by chemical methods. لازم عشان افصل H2O عن بعض بعمل chemical methods او chemical analysis او electrochemistry. هنا بقى السولت عن الووتر ده احنا هنفصله بسهوله بعد شويه, separated by physical methods, وهنفصلهم ان شاء الله بعد شويه. طيب تعالوا نفتكر الاول solution. solution هو homogeneous mixture of two or more substances, يعني like sugar and water. كلمة homogeneous means what? Means one layer. يعني أنا حطيت شوية سكر في مية, أنا شايف المية بس, فعشان كده يتقال عليه homogeneous. إمتى يبقى heterogeneous؟ طبعا مش هيبقى solution, بس إمتى يبقى heterogeneous؟ مثلا لو أنا حطيت sand in water, أنا شايف السند وشايف الووتر, يبقى this means heterogeneous mixture. السوليت هو solid that dissolve, in this case is sugar. السولفنت هو liquid in which it dissolve, اللي هو in this case الووتر. saturated solution قلنا عليه في الفيديو اللي فات, هو cannot dissolve any more solute, مش هيقدر ان هو يدوب لي اي solute اضافي. طيب تعالوا نشوف بقى عمليات السيباريشن. السيباريشن اوف ميكشر, لو انا عندي ميكشر وعايز افصله,
مبدئيا احنا هنقسمها لسيبريت انسوليبل سوليد فروم ليكويد. طب تعال نفكر في مثال انسوليبل سوليد من ليكويد، يبقى ساند ان ووتر. يبقى الاكزامبل بتاعي ساند doesn't dissolve in water، يبقى this means it's insoluble. طيب يبقى بيقول if substance doesn't dissolve in solvent، مش دايبه في السولفنت، بنسميها ساعتها insoluble زي sand in water. طيب تعالوا نفكر كده، لو انا عندي sand in water واستخدمت ده فانل ودي فلتر بيبر وبدات ادرق من هنا، السند هيقف فوق الفلتر بيبر، يبقى السوليد ريمين فوق الفلتر بيبر واسميه ريزيديو، اسميه ريزيديو. و الليكويد ووتر هتنزل تحت وهسميها فلتريت، يبقى الفلتريت هو السوليبل بارت اللي هو الجزء الدايب اللي هو الووتر، والريزيديو هو السوليد. طيب يبقى هنا العمليه دي اسمها فلتريشن، هي ميثود اوف سيبريشن بستخدمها مع الانسوليبل سوليد فروم ليكويد. قال لك زي مثلا ساند ان ووتر، الساند ستي في الفلتر بيبر وبسميه ريزيديو، والووتر باسز ثرو الفلتر بيبر وبسميها فلتريت. طب تعالى بقى نفصل سوليد 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 فروم ليكويد معناه ايه؟ معناه ان هو داب مش زي اللي فاتت، هو لو مش دايب كنا عملنا اللي فاتت فلتريشن، لكن سوليد سوليد فروم ليكويد او سوليوشن ده كده معناها ان انا الجزء بتاع السوليد دايب، انا شايف هوموجينس ميكشر. طب انت عايز تفصل مين؟ حضرتك بص بقى، انا هنا هفصل السوليد، لكن في طريقة تانية هفصل بيها السولفنت. يبقى أنا ممكن أطلب منك تفصل لي السوليوت من السولوشن، وممكن أطلب منك تفصل لي السولفنت من السولوشن. طب تعالوا نشوف إزاي هنفصل السوليوت، ودي سهلة. قالك هنا السولوشن هو عبارة عن سوليوت سوليد دايب في سولفنت اللي هو الليكويد. طبعا هما ليهم ديفرنت سوليبرتي بروبرتس وديفرنت بويلينج بوينت أو فولاتيليتي. فعشان أفصل السوليد بعمل عملية اسمها كريستاليزيشن. طب ايه الكريستاليزيشن دي؟ قالك انا بجيب السوليوشن بتاعي واعمله ايفابوريشن، اقعد اطير منه ميه، هو كده بيبقى كونسنتريتد اكتر. طبعا خد بالك ان السوليوشن بتاعك مثلا سولت ان ووتر، فانت ايفابوريت شويه من الووتر، فذيس مينز السولت بقى مور كونسنتريتد او بقى مور كونسنتريتد سوليوشن. فبفضل ان انا اعمل ايفابوريشن لحد نقطه اسمها كريستاليزيشن بوينت. طب هتعرف منين كريستاليزيشن بوينت دي؟ قالك من وقت للتاني بحط الجراس رود، الجراس رود على السوليوشن اللي انا بعمله ايفابوريشن. لو لقيت الجراس رود طبعا بتكون بارده بتكون كول، لو لقيت سام كريستالز بدات تتكون عليها يبقى انا وصلت للكريستاليزيشن بوينت. يبقى بص كده، الكريستاليزيشن بوينت هي البوينت ات ويتش كريستالز اوف سوليوت ويل فورم اون كولينج. دي فورم، معلش غلطه مطبعيه. يبقى هنا كريستالز اوف سوليوت ويل فورم اون كولينج، السوليوشن بتاعي عند الروم تمبريتشر، يعني لما جيت ابرد لقيت ان الكريستالز بدات تظهر. فانا باخد دروبس من السوليوشن ريموفد ات انترفل واجو التكور اتاكد انها بتبرد، وانا ببردها دي بشوف الكريستالز بدات تتكون ولا لا. لو بدا يتكون كريستال يبقى انا وصلت للكريستاليزيشن بوينت. اسيب بقى ايه السوليوشن كله يبرد، يبقى اجو التكور هتبدا بقى الكريستالز تتكون عندك، ساعتها ممكن تعمل فلتريشن وتعمل ووش ودراي الكريستال، ويبقى انت كده فصلت الكريستال ان بيور فورم، فصلت السوليد السوليد. طيب انا عايز افصل دلوقتي السولفنت بقى. قالك هتعمل عمليه اسمها سمبل ديستليشن، ان انت هنا عندك مثلا سي ووتر سولت ان ووتر، هتبدا تعمل هيت، هيبدا يحصل ايفابوريشن، هيبدا يحصل ايفابوريشن. الايفابوريشن للووتر والسولت طبعا هيفضل موجود تحت. الووتر ديت طبعا ده ثرمومتر بيبقى محطوط في الفيبر، الووتر هنا هتيجي تمشي في الخط ده يحصل لها كوندنس، ده اسمه كوندنسر. طبعا الكوندنسر ده بيكون فور كولينج، فهنا في ووتر ان وهنا في ووتر اوت، يعني كان عامل دوره تبريد، فهيحصل كولينج في الكوندنسر، فهتبدا ان يحصل كوندنس وتنزل هنا البيور ووتر. يبقى كانك هنا عملت ايفابوريشن وبعدين كوندنسيشن. يبقى بيقولك لما السوليوشن بايرد السولفنت بيتحول لفيبر، ولكن الفيبر ده بيروح على كوندنسر اللي هو ده converted back into liquid وبسميه distillate أو بيحصل distillation in the speaker. ال distillation دي عبارة عن evaporation followed by condensation. طب خد بالك من شوية حاجات وكنا قايلينها قبل كده، إن أي pure substance ليها own particular melting point و boiling point، فالميثود دي ممكن أستخدمها إن أنا أقيس ال melting point و boiling point عشان أتشيك البيولوجي.
يبقى انا ممكن اميجر البايرنج بوينت واعرف الماده بتاعتي بيور ولا لا. البيور ووتر بوير عند 100، لو فيها اني ديزولفد سوليوت البايرنج بوينت هتبقى هاير ذان 100، هتبقى مثلا 102 او 105 مثلا in this case. طيب ازاي افصل تو ليكويدز؟ قالك دي اسمها بقى فراكشنال ديستليشن. هي اللي فاتت كان اسمها سمبل ديستليشن، ده كان ديستليشن عاديه ما بين سوليد وليكويد، لكن هنا تو ميسبل ليكويدز. اتس لايك انت حاطط مثلا ووتر والكهول. يعني بص هنا انا عندي هنا ميكشر من ايثانول ان ووتر، فببدا اسخن. بس تسخن عند درجه كام؟ خد بالك الثرمومتر انا حاطه هنا في الفيبر مش في الليكويد. هسخن عند البايرنج بوينت الاقل. يعني مثلا انا عندي الكهول ايثانول باير عند 78 والووتر باير عند 100، يبقى انت هتسخن لحد 78. طبعا الترمومتر ده هيقولك ان خلاص احنا وصلنا لحد 78، فمين هيحصل له ايفابوريشن او بويرنج؟ قالك ده الكهول، فالكهول يطلع هنا. طب الووتر قالك هيحصل لها شويه ايفابوريشن، بس لما هتلاقي هنا كورد شويه مش 100 هتروح نازله تاني على هي الدروبس. يبقى كده الووتر حصل لها ايفابوريشن بس راحت نازله تاني لان درجه الحراره فوق برد عن تحت، فالووتر نزلت تاني هنا على هي الدروبس والايثانول حصل له ايفابوريشن. بعد كده هيخش على الكوندنسر، بعد كده هفصله هنا كده انفصلت الايثانول، بعد كده بشيل دوت الفراسك ده واجيب فراسك تاني وارفع التمبريتشر ل 100 وافصل الووتر. طبعا الحاجه انا بفصلها دي بيكون اسمها فراكشن. تعالوا نشوف كده مع بعض. مبدئيا انا بستخدمها دي في الميسبل ليكويدز، ليكويدز ميكست ريزر كومبليتلي نوت فورم رير وركس سيبريتد باي فراكشنال ديستليشن، ولازم يكون البايرنج بوينتس بتاعتهم ديفرنت، واحده اقل من الثانيه. قالك التمبريتشر از لوور في الابر بارت هنا اهي بتاعت الفراكشنيتنج كورم، ده اسمه فراكشنيتنج كورم وفي جراس بيدز. وقالك هنا ان الفيبر ريتش التوب بتاع الليكويد اللي عنده لوست بايرنج بوينت اللي هو ان ذيس كيس ايثانول. الفيبر في اذر ليكويد كوندنس، كوندنس هيرجع تاني ريتيرن باك في البايرنج فراسك زي كده النقط دي. الفيرست ليكويد اللي هو عنده لوست بايرنج بوينت ده ديستليتد فيرست، بعد كده التمبريتشر ريكوردد بالترمومتر، بعد كده برفع التمبريتشر لحد البايرنج بوينت بتاعت السكند، واخر ديستليت بيطلع هو اللي عنده الهايست بايرنج بوينت. خد بالك من شويه معلومات. مبدئيا الميكشر ماست بي هيتد البايرنج بوينت بتاعت وان كومبوننت اللي هو هنا الايثانول تكون ريس ذان البايرنج بوينت بتاعت الريست اوف كومبوننتس او الباقيين، مش شرط يكون ووتر بس ممكن يبقى معانا حاجه ثانيه. فبنوصل للبايرنج بوينت بتاعت اقل واحد والباقيين يفضلوا تحت. الترمومتر بنحطه في الفيبر هنا مش في الليكويد. وراك هنا الكيميكال كوريكت ات ديفرنت تمبريتشر بسميها فراكشن، يعني ده اسمه فراكشن. ايه الابلكيشنز بتاعت الفراكشنال ديستليشن؟ بفصل بيها الليكويد اير اكسجين ونيتروجين، بفصل بيها الكرود اير وهندرسها البترول والبارافينز، بفصل ايثانول مثلا في الاندستري. وفي الفراكشنال ديستليشن الليكويد اللي ليه لوست بايرنج بوينت بيحصل له ديستليشن فيرست. طيب الكروماتوجرافي اخر حاجه، هو ميثود بيعمل سيباريشن لميكشر اوف سبستنس ديفر ان سوليبيليتيز في certain solvent، يبقى هما مختلفين في السوليبيليتي بتاعتهم مثلا in water مثلا for example، وليهم كمان different strengths of force holding a dye to paper. يبقى انا عندي في بيبر، لان احنا هندرس بيبر كروماتوجرافي، في عندي بيبر برضو هما بيمسكوا في البيبر دي بطريقه مختلفه، يبقى هما كده بيدوبوا في whatever solvent بنسب مختلفه وبيمسكوا في البيبر بنسب مختلفه او strengths مختلفه. طيب بستخدم الكروماتوجرافي to identify substance و في نفس الوقت separate them. طيب الكروماتوجرافي أول حاجة spot of solution نقطة كده containing the mixture applied على pencil drawing baseline، يبقى لازم الخط اللي انت بترسمه تحت ده أو هنا اللي هو الخط ده والنقطة إيه، لازم الخط ده يكون مرسوم بالبنسل، مينفعش يترسم بالإنك وهنقول ليه بعد شوية. البيبر بريزد ان سولفنت، بنحط البيبر في سولفنت، الليفل بتاع السولفنت لازم يبقى بلو البيز لاين عشان ما يحصلش ميكسنج للسامبل مع السولفنت، عشان ما يدوبريش السامبل وكده يبقى انا مش هعرف اعمل سيباريشن. يبقى هنا مثلا وليكن الخط بتاعي هيبقى تحت اللي هو السولفنت بتاعك هنا اهو مثلا، ده الليفل بتاع السولفنت، فبالتالي الخط انت رسمه فوقيه شويه.
السيرفنت هيبدأ ان هو يحصل له رايز اب، السيرفنت اللي تحت ده هيبدأ ان هو يحصل له رايز اب، هيبدأ ان هو يطرع. وراك ان الميكشر هيبدأ بجين سوبريت ويكون ليه ديفرنس ريبيرتي طبعا في السيرفنت. يعني لو تلاحظ هنا كانت النقطة كان لونها تقريبا اسود، هنا بقت اتقسمت بقى اللي هو ازرق واخضر وفي تحت احمر وهكذا. طيب هنستنى لحد ما نوصل ان السيرفنت يوصل نير الاند بتاع البيبر، واسميها سيرفنت فرونت. يعني الخط اللي هو هنا ده اللي هو مشار عليه ده اسمه سيرفنت فرونت، هنحتاجه بعد شويه. طبعا كده هنبدا نشوف النمبر اوف سبوتس، لو انا عندي مثلا 2 سبوتس يبقى كان الميكشر اوف 2، لو عندي 5 سبوتس يبقى كانوا 5 وهكذا. في شويه نوتس، مبدئيا البيز لاين لازم يترسم بالبنسل لان الجرافايت انسربل، لو رسمته بالانك هيدوب في السيرفنت ومش هتشوف حاجه. السولفنت ماست نوت ريتش البيز لاين، اتفقنا السولفنت يكون تحت البيز لاين، والا السامبل هتدوب فيه ويبقى كده خلاص مش هنعرف نعمل سيباريشن. الكروماتوجرافي ابلايد للكلر السبستنس، ايه ده؟ طب اشوفه ازاي؟ قال لك زي حاجه زي الامينو اسيدز مثلا، بتستخدم لها حاجه اسمها لوكيتنج ايجنت، بنرش عليها ماده، الماده دي بتخليهم يبقوا كلرد فبنشوفهم. البيور سبستنس هيكون ليها وان سبوت في الكروماتوجرام، يعني لو جاب لك مثلا في مثال كده وقال لك ان في عندي ماده لما جينا نفسرها بالكروماتوجرام ادتني وان سبوت يبقى بيور، مور ذان وان سبوت يبقى امبيور. لو السبستنس بتاعتك انسوربل، يعني لو الاي دي انسوربل ما بتدوبش في السولفنت، قال لك هتفضل واقفه في مكانها، هتثبت على الداتوم راين اللي هو البيز راين، مش هتتحرك. في حاجه بقى مهمه اسمها الار اف، والار اف ده اسمه الريتنشن ريشيو او الريتارديشن فاكتور، وقال لك ان هو الديستنس موفد باي سوريت على الديستنس موف باي سولفنت او السولفنت فرونت. يعني مثلا هنا ريت سي مثلا السولفنت فرونت مثلا هنا فوقيهم كلهم، يبقى المسافه بتاعت الاي، او عايز احسب الار اف بتاعت الاي، يبقى الحته دي ديفايدد باي المسافه اللي مشيها السولفنت بتاعي. طيب هو هنا بيقول لك اتش سوريت اوف كومبوننت لي كاركترستيك ار اف فور جيفن سولفنت، يبقى في سولفنت معين، وفي نفس الوقت قال لك الار اف دي ممكن استخدمها انها ايدنتيفاي الكومبوننت بتاعتي، بس لازم تثبت الكونديشنز، يعني ما تعملش في كونديشنز مختلفه عن اللي هم قاسوا فيها. طيب احنا جبنا هنا اكس و اي بي سي دي، كل دول ماده لوحدهم، والاكس ده فيه مين؟ قال لك فيه اي اي، في بي اللي هي بالاصفر، وفي دي اهي لكن ما فيهوش سي. يبقى هو هنا بيسالك هو فيه مين؟ طبعا في دي ما فيهوش سي. طيب في شويه روجز هنمشي عليها، النمبر اوف سبوتس معناها السوربل كومباوندز اللي موجوده، يعني لو في 3 سبوتس يبقى 3 سوربل كومباوندز. طيب الريفيدر على البيز لاين قلنا انسوربل في السولفنت ده، اللوكيتنج ايجنت قلنا بيخلي الماده اللي هي كالرس تبدا انها يبقى ليها بوزيشن او تظهر، يعني بنرش على الماده بتاعتي فبتبدا تديني كالر فببدا اعرف هي فين عشان اقيس الار اف. طب ايه الاستخدامات بتاعت الكروماتوجرافي؟ اجاك سيباريشن اوف ميكشر، يعني انا عندي ميكشر اوف سابستنس زي الدايز اللي موجوده في الانك هيفصلوا مع بعض، ديترمينيشن اوف نمبر اوف كومباوندز اللي موجودين بحسب عدد السبوتس فروم ذا نمبر اوف سبوتس، يعني لو عندي 3 سبوتس يبقى ذيس مينز 3 ديفرنت كومباوندز، سيباريشن اند ايدنتيفيكيشن اوف ميكشر اوف امينو اسيدز اور شوجرز، بستخدم الروتر از سولفنت وبستخدم السوتبل لوكيتنج ايجنت اللي هو بيديني كلر، برضه بستخدم الكروماتوجرافي في الايدنتيفيكيشن اوف انون كومباوند عن طريق ان انا بحسب الار اف، والار اف دي ليها فاليوز متسجله عندنا بنقدر ان احنا نعرف ايه السامبل اللي عندي. وبكده يبقى خلصنا الجزء الثاني، اشوفكم على خير.